مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية. وخلال كلمته هنأ الرئيس السيسي المملكة العربية السعودية باستضافة القمة العربية الصينية الأولى، مشددا على أن الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية على مر العصور تعززت وتوطدت بالتعاون مع الجانب الصيني. كما أشار الرئيس السيسي إلى أنه ما زلنا نعمل على إقرار نظام عالمي أكثر عدالة، مؤكدا أن التعاون العربي الصيني يستند على المصالح المتبادلة ومواجهة مختلف التحديات. وفي كلمته أيضا دعا الرئيس السيسي إلى تعزيز التعاون الجماعي بين الأشقاء والأصدقاء مع تنامي التحديات العالمية والعمل في إطار التعاون الجنوب-جنوب، خاصة على الصعيد الزراعي. وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، أكد الرئيس السيسي أن الرئاسة المصرية لكوب 27 نجحت في إقناع المجتمع الدولي بالاتفاق على خطورة عملية أو خطوات عملية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، داعيا الجميع لاعتبار هذه القمة انطلاقة لتعزيز التعاون بين الدول العربية والصين. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن إن السياسات الصينية المتوازنة تجاه مختلف القضايا العربية خاصة الفلسطينية محل احترام وتقدير من جميع الدول العربية، مشددا على أن مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول يعزز الجهود لحل الأزمات بالمنطقة. وأخيرا دعا الرئيس السيسي لوضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أجندة عمل منتدى التعاون العربي الصيني، داعيا الجانب الإثيوبي للانخراط بشكل أكثر إيجابية للتوصل لاتفاق مع مصر والسودان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.